في الحوار في كلمة طيبة نقولها، ويكون التفاهم لمفردات معقولة لحب الوطن. راح نرسم أجمل صورة وغمت الوقت في حياتنا نهديها اسم وصولة، وسعينا للعمل تبدلنا في اسم مسؤولة، نعمل بالأمانة وكلمة حق نقولها، وسعينا للعمل تبدلنا في اسم مسؤولة، نعمل بالأمانة وكلمة حق نقولها. وبين العالمين احنا بين العالمين دولتنا تبقى الأولى. يا زعك يا مرة مع بالراحة يا أخ، مع بالراحة أخوانا، لحد ما يخش بكشكش بعمل أي حاجة، أنت خش زي الضب. هاك الجوغر يجوغرك إن شاء الله بين غيرك المكان ديت. يا مرة بتخلي عندك ملافظ أقول لك كلام، أنت زاد الكلام بنتي يحسن ما ينفع معك. ما وي ما تجيعي ما زعك يا زيوبك. الله يبارك فوق الرحمن عصير حلو غلا. ليش هذا بتلمني في شلاتيتك ماشي وين؟ وفي شنو ذاته الحاصل شنو؟ اسمح لي ناضل، انا تاني ما عندي معك قاعده في البيت ده. ما قاعدين نتفاهم ونتحاور. ما عندي معك اي مفاهمه، عندي الرجال اللي بيتفاهموا معك. انا اقول لك من الاخر يا فضيله، اكل لحقتي مركتي من هنا باب الشارع ده ثاني ابد عتبيه، وحذرك من تجيبي لي اخوانك التجوم ديل ترسلوا لي يتفاهموا معي. اول شيء ما عندهم الافق للحوار وما بيفهموني انا ذاتي بقول في شنو. من ايوه مجالك شنو؟ قوم شيل عصاك اروح على الزول عشان نوري مقامه. نسمع كلام الزول في الاول البلول اخوي، احتمال اختك غلطانه في حقه. لا الغلط هو راكبه من ساسه ليه راسه. ما تتحامق سا يا اخوي. والله يا ام ليه ما تقوم العكاز ده والله يا باك. قمت اروح عليه. قوم ايام أبي عبد الله. في أنا شارين عكسكم كذا، أنت قلت لكم كذب ولا إيه؟ الموت جاك ترك الصلاة. أولاد النهير، أفا أولاد النهير، ده أنت عيق وتعمك ولا إيه؟ البلولة، هزول، أنت مسمينك على زول أرباب، وزول راس قبيلة، وزول حلال المشبوك هزول. من ليه؟ أنت هزول ما في يكون واحد عاقل بحد الثاني؟ أناس نزل عكسكم دخوش على البيت لايو. نزل عكاكيسكم ده تنزل فيكم السنة تكملكم كميلة. أقول أيوة نتفاهم بالراحة. تعال تفضل. شوف أبو النذر، أنتوا طبعا الرجال مكملين ترى، وكان عليك كرم وجود والوقف مع الناس وقت الحرب بتتلقوا، دي وارثنا من جدودكم ما في كلام. وزي ما قال الشاعر، لا تنصر الدرري على الخنازير وعلي الطلاق، انتم ياكون الخنازير والحلاليف زي ما قال الشاعر فيكون انتم ذاتكم. والله صدق الشاعر وصدق تفضيل. الله يبارك فيه. الله يبارك فيه. طبعا يا اخواننا من خلال تمحور الحوار الافقي الممتد عبر التكتيك الابجدي، فاهمين انتم؟ والله يا خريبكم ما فاهمين الحبة، قاعدين كذب على زيارة سبيل. لا هو فضيل، أنا فاهمك، إلا مليوة أخوي ده فهم وشوية كده بسيط. كلامه ده ما واضح البلول أخوي، إلا بدور له فهامة كمان. ثانيا، تمحور الأفق في الحوارات الأنثروبولوجية بتنبثق من خلال، أنتوا فاهمين أنا بقول في شنو؟ فاهمين؟ ثالثا وده اللي همه، فضيلة دي هاب التعمي، وكان ما شال البيت ده أشيله فوق راسي ده من فوق. أسمع فضيل، مش فضيلة أختي دي؟ بيع وكالي ده بجيبه. لا ما في داعي لعصاتك هذا، أصلا ما في داعي لعصاتك، أنا جاهز لأي طلبات. داري لينا كوباية شاي بس. خلاص خلص التلبيسة تجيب ليكم. فضيل فضيل فضيلة مرحبا. والله مرحبا، نورت دارك والله نورت. يا شوف يا فضيلة، أنا أقول لك كلام ليه كل زمانك، وأنا كلمتك 100 مرة
قلت لك كان عندك كلام قوليه، ما تبوزي وتمديني طرومتك، انا طرومتي طول منك. اسمح لنا افضل، انا قصرت معك فوق شنو عشان تقول ماشي تعرس فوقي؟ انا اهي اوعك تنكر كمان لما تكون دار تعرس، تعرس لك بيت من اخر ليده من اخر بطونه ما بيجي تبي تدس افضل. ازدهار بتحاجة صافي. ازدهار هاي صح، انا تقدمت لك. سكت على ولد ليه فورا الناس يقول عندهم زول معك؟ خليني اتم كلامي. اي نعم انا تقدمت له لكن مالي لي زول عزيز علي والله. بعدين انا مشيت لاهلها وقالوا عندهم شورى، قلنا نخلي الموضوع طي الكتمان. لقيت اخوانك اللي ما بتتبنى في خشم الفوله ديل وكلموك ديل. قلت لهم يا اخوانا الموضوع ما يهجه. جهجهت لهم الموضوع عديتهم مقرب الاحبال عشان ما نبقى في قلنا، وقالوا والقال منو والزول منو. هو ماله ما يجي بالدغري الدساسة والكتمان في شو؟ يا زولة الناس دين ما بيناتهم سابق معرفة، شافه عجبته كلمني شجعته ووكلني ووصلته عشان كده يا زولة. وبارك الله في من جمع رأسين في الحلال. الله أفضل أحفي لي. كلمة طيبة نقولها ويكون التفاهم بمفردات معقولة لحب الوطن راح نرسم أجمل صورة وغنت الوقت في حياتنا نهديها اسم وصولة سعينا للعمال تبكلنا في اسم مسؤولة نعمل بالأمانة وكلمة حق نقولة سعينا للعمال تبكلنا في اسم مسؤولة نعمل بالأمانة وكلمة حق نقولة وبين العالمين احنا بين العالمين دولتنا تبقى الأولى